في اي عروض جايه ليكي؟ اه ان شاء الله في فيلم 24 كلنا ابطال مع بعض يعني مفيش حد بطل على حد كلنا وجوه جديده عجبته جدا برده اسمه 24 بس اسمه فيلم جديد والله انا سعيده قوي بالتجربه دي من دور جريء شويه واول مره اعمل دور جريء زي ده بس طبعا الدور كان فيه رساله لاخويا طلع لي اخ بطلي المهم ما هي طلع اختي دول شاهين طلع صاحبتي بتوع البنت المشكله هو الفيلم لايت كوميدي والبنت انا بعمل فيه البنت الحد الدرامي في الفيلم بسبب اخوها بيأذي بنت صغيره ربنا بيبعت له يأذي اخته لدرجه اللي هي بتموت في الاخر بس كان ده كان بالنسبه لي رساله حلوه قوي لكل البنات وكل الشباب طبعا اللي هو ما يأذيش اي بنت عشان ربنا ممكن يبعت له اللي يأذي اخته وده فعلا فعلا حصل في الفيلم فكنت سعيده قوي بالتجربه اللي هي جريئه شويه بس يا رب يكرمني فيها ان شاء الله بتعجب الناس طبعا بنت اسمها شهد صديقه كل شاهين هي بتلعب دور بطله وانا بلعب دور شهد هي بنت كويسه هي بنت كويسه بتحاول محافظه على نفسها ومحافظه على شرفها وانا بحاول طول الفيلم ان انا حرضها انها تمشي في طريق تاني وبفشل في كل ده وبحاول اوقع بينها وبين حبيبها اللي هو محمد رضا وفي نهايه الفيلم بفشل وبتتجوز هي محمد